ترايفل المانجا المشهي، تعوا شو هاي الطريقة شو سهلة وكتير زاكية بشهادة الأكلوها. رح يلزموكم المكونات الموجودة قدامكم والمكتوبة بالكابشن، واللي سهل علي هو لب المانجا من أسيد، اشتريته من السوبر ماركت من المجمدات. أخذت جزء منه حطيتهم مع النشا وطبختهم على النار شوي، أول ما غلوا رأسا حطيتهم بوعاء حتى يبردوا. هاي مكونات الكريمة رح أخفقهم كلهم مع بعض، وبس ينفشوا ويصير قوامهم سميك رح أضيف عليهم الحليب المحلى المركز. نرجع للب المانجا، رح أخذ منه شوي أخففه بمي عشان أسقي فيه الكيك. رح نحط طبقة من الكيك أسقيها بالعصير، بعدين أحط عليها طبقة المهلبية، بعدين رح أزينها بالكريمة. هاي أول طبقة. الطبقة الثانية كمان مرة كيك، وممكن كمان تحطوا شرائح من المانجا. آخر طبقة رح تكون كمان مرة مهلبية وكمان طبقة من الكريمة. ومن أطيب النكهات اللي معاها إنكم تزينوها بنعناع تازة وتحطوا لها كمان البلوبري. عن جد إشي منعش كتير كتير بالصيف، وصحة وألف هنا وهي باردة.